في شبكة البرلمانيات العربية للمساواة رائدات بحثنا في الأولويات المتعلقة بالمرأة، هل نبدأ بالتمكين السياسي أم الاقتصادي أم الاجتماعي، علما بأن كل هذه المجالات فيها مشاكل حقيقية في وطننا العربي، خاصة مع تراجع أولويات حقوق المرأة إلى الخلف وتقدم الأولويات الأمنية في الكثير من الدول العربية التي تعاني من مشاكل وصراعات مسلحة واحتلالات وما إلى ذلك. ووجدنا بأنه لا بد من التركيز في العامين المقبلين على الأولوية السياسية، بمعنى رفع نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وبالتحديد المنتخبات، سواء في البرلمانات أو في الحكومات التي تأتي من رحم البرلمانات. لماذا؟ لأننا وجدنا أنه طالما بقيت المرأة أقلية في أماكن صنع القرار، سواء في مجالس النواب أو في البلديات أو الحكم المحلي أو في الحكومة، لن تتمكن من فرض أجندة المرأة على باقي القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. ولذلك بدأنا في حالة دراسة لجملة التشريعات الموجودة في الوطن العربي لاستخلاص أمثلة ناجحة وتعميم هذه الأمثلة الناجحة، كما هو في حالة بعض دول المغرب العربي ومنها الجزائر على سبيل المثال، تعميم هذه التجارب الناجحة لوجود المرأة بأعداد كبيرة في البرلمان على باقي الدول التي تخلو من وجود المرأة في البرلمان. للأسف الشديد لدينا بعض الدول في المشرق العربي لا يوجد فيها ولا سيدة في البرلمان، بل بعضها لا يوجد فيها حتى برلمانات منتخبة من الأساس. الآن التحديات الكبرى التي تمر بها المنطقة تكمن أولاً في هذا الموروث الثقافي. إن استبعدنا التحديات الأمنية التي تعاني منها دول عربية كثيرة الآن للأسف الشديد وعادت بنا سنوات ضوئية إلى الخلف، يعني بينما كنا نطالب بالمشاركة وبالتنمية عدنا إلى المطالبة بالحق الأساسي هو حق الحياة وحق السكن وحق الملجأ الآمن وما إلى ذلك. ولكن بعيداً عن هذه المستجدات التي طرأت خلال السنوات الأخيرة، للأسف الشديد لدينا معيق كبير يتمثل في الثقافة المتجذرة في العقول، عقول الرجال والنساء على حد سواء. هذه الثقافة تستمد قوتها من موروث تاريخي طويل وعميق كانت فيه المرأة تباع وتشترى، وكان يميز ضدها بكل أنواع التمييز الممكنة ويمارس ضدها العنف وما زال حتى هذه اللحظة. ولذلك اجتثاث هذا التاريخ، هذا الموروث، بحاجة إلى عمل على كل المستويات. لا يكفي فقط تعديل التشريعات، لأن التشريعات هي أداة إصلاح من الأعلى إلى الأسفل، نحن بحاجة أيضا إلى أدوات إصلاح من الأسفل إلى الأعلى، بحاجة إلى تعديلات في المناهج، في وسائل الإعلام، في الفنون، في القصص، في الآداب التي تقرأها الفتاة والتي تشعر فيها بأنها إما تلعب دور الضحية وإما تنتظر المنقذ الرجل ليأتي ويخلصها من حالة الفقر أو الظلم التي هي فيها. نحن بحاجة إلى إعادة بناء معرفية خاصة لدى المؤسسات الدينية، الكنائس والمساجد والمعابد وما إلى ذلك. هذه كلها لعبت دورا في التمييز ضد المرأة، وآن الأوان لمراجعات شاملة لصورة المرأة في المجتمعات العربية. الأهم من ذلك لابد من تبادل الخبرات. مشكلتنا الكبرى أن كل دولة عربية تعيش منغلقة على ذاتها بحكم مشاكلها الداخلية، لا نستمع إلى تجارب بعضنا مع أن مشاكلنا متشابهة، وأحياناً قد تكون الحلول متشابهة، وقد تكون يعني ما نجح من آليات في دولة ما قد يكون صالحاً للتطبيق في دولة أخرى. فلماذا نعيد اختراع العجلة كل مرة؟ نحن بحاجة إلى أن نتعلم من بعضنا. ولذلك في شبكة البرلمانيات كان أهم إنجاز لنا أننا نلتقي سوياً كل فترة من الزمن، نلتقي نتبادل هذه الخبرات وهذه القصص وهذه التجارب، ونضع خطط لتوسعة عضوية الشبكة من جهة، لتطوير قدرتنا على التأثير على الحكومات العربية من جهة ثانية، وهي مهمة ليست سهلة لأننا في داخل البرلمانات نعاني من خلافات حادة تمزق البرلمان ما بين الكتل البرلمانية، سواء كانت قادمة من رحم أحزاب سياسية أم لم تكن مكونة من أحزاب سياسية. من الصعب جدا جمع هذه الكتل لتعمل وفق أجندة واحدة لخدمة هدف واحد. ولذلك حقيقة نحن بحاجة إلى تطوير أولاً الأنظمة داخل البرلمانات العربية اللي نسميها النظام الداخلي للبرلمان، لتمنحنا أدوات أكثر فاعلية لإلزام الحكومات بالتزاماتها التي وقعت وصادقت عليها في الاتفاقيات الدولية، والتي لا تعد كونها حبراً على ورق حين يجد الجد ونناقش بعض التشريعات تحت القبة أو بعض البرامج والسياسات والصناديق الحكومية تحت القبة. ولذلك أنا أقول أن المشوار طويل أمام المرأة، مشوار طويل جدا. نحن معاناتنا مع التمييز هي الأقدم، نحن أقدم من الرق على سبيل المثال، يعني الرق العالم نجح بعد حملات مكثفة في إنهاء الرق، وإن كان قد عاد بأشكال جديدة، ولكن
التمييز ضد المرأة هو أقدم تاريخيا، وهي قصة تلخص سيطرة وهيمنة نصف المجتمع البشري على النصف الثاني، محاولة لإلغاء هذا النصف الثاني ووضعه دائما تحت سيطرة وهيمنة هذا النصف الأول، يبقى هو الذي يفرض أجندته. الآن كيف نعيد هذا التوازن؟ هذه مسألة بحاجة إلى إصلاحات على كل المستويات، بحاجة إلى إصلاح تشريعي من الأعلى إلى الأسفل، وبحاجة إلى رؤية سياسية حقيقية. للأسف الشديد الكثير من الحكومات توقع على اتفاقيات هي غير مؤمنة بها، وتوقع عليها من باب المجاملات السياسية وليس من باب القناعة بأهمية هذه الاتفاقيات في تأمين حقوق الإنسان في مجتمعاتها. نحن بحاجة إلى معالجات كلية تحقق الإصلاح على كل المستويات، من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى.